أيضا في نهارنا أو في عددنا لنهار اليوم إلى موضوع الذي يخص النقابة الوطنية الجزائرية لصيادلة الخواص وفتح نحو 32 ألف منصب شغل جديد في الصيدليات بعد استحداث تكوين خاص بمساعد محضر صيدلي من قبل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. كل ما يخص هذا المجال وهذا القطاع أسعد باستضافة السيد كريم رغمي نائب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص. أهلا وسهلا بك، صباح صباح النور خير. سيدتي، تحية رمضانية لك ولكل متتبعي قناة شروق نيوز. نعم، أهلا وسهلا بك. إذا جدل كبير في هذه الأيام يكثر الحديث عن الفتح نحو 32 ألف منصب شغل جديد في الصيدليات، ولكن قبل ذلك نتكلم عن الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية والمؤثرات العقلية التي تم إدراجها في مجلس الحكومة مؤخرا. يعني كل هذه النقاط حدثنا عنها. شكرا. بداية، المرسوم التنفيذي 19379 المتعلق بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمؤثرات العقلية أصدر في 5 جانفي 2019، ولكن لظروف يعني استثنائية خاصة منها كوفيد، وباء كوفيد، تعطل تطبيق هذا المرسوم التنفيذي مرتين. المرة الأولى لها علاقة بوباء كوفيد، والمرة الثانية لها علاقة بصدور الأمر الرئاسي 022 المعدل والمتمم لقانون الصحة 18/11، أين تم فصل بين أو استحداث وزارة جديدة اللي هي وزارة الصناعة الصيدلانية. هذه الأخيرة بموجب الأمر الرئاسي 022 أعطى لها صلاحيات كذلك للمراقبة الخاصة بالمؤثرات العقلية، خاصة على مستوى المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالاستيراد والتوزيع والتصنيع. هذا الأمر الرئاسي جعل كذلك الوزارة الأولى تؤجل مرة أخرى تطبيق المرسوم التنفيذي حتى يتم تعديله بما يتوافق مع قانون الصحة الجديد. نعم. وهذا ما تم يعني في الاجتماع الوزاري الأخير 5 ماي مؤخرا الأربعاء الماضي في الاجتماع الوزاري، أين تم اعتماد ذلك التعديل للمرسوم التنفيذي 19379، وسيدخل ننتظر صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية قريبا، يعني في الأيام القليلة القادمة. فأهم التغييرات أو التعديلات التي يعني تم تعديلها في المرسوم السابق، أولا هذا التعديل لم يمس يعني جوهر المرسوم التنفيذي، يعني بقات الهيكل كما هو، ولكن أسندت بعض المهام إلى وزارة الصناعة الصيدلانية في مراقبة المؤسسات الصيدلانية كما قلت للتوزيع والتصدير والتصنيع، وتم كذلك استحداث اللجنة وطنية خاصة بالمؤثرات العقلية وألحقت كذلك بوزارة الصناعة الصيدلانية. خلافا لذلك بقي المرسوم التنفيذي على حاله، مع العلم أن هذا المرسوم التنفيذي الهدف الأساسي تاعه هو تأمين مسار المؤثرات العقلية منذ دخوله إلى التراب الوطني إلى غاية وصوله إلى المريض الجزائري، حتى يتم محاصرة آفة الإدمان وآفة استعمال الأدوية لطرق غير علاجية أو لأهداف غير علاجية. نعم، نتكلم عن اللجنة أكثر، هل هي لجنة خليني نقول رقابية أم ستشرف ربما على أمور أخرى؟ عرفنا أكثر باللجنة، ممن تتكون وما هي مهامها بالضبط؟ على كل حال، في التعديل الذي طرئ على المرسوم التنفيذي 19379 هناك لجنتين. اللجنة الأولى هي لجنة تابعة لوزارة الصحة وخاصة، وهي لجنة صحية علمية لها تتكون يعني من الخبراء في مجال المؤثرات العقلية، وتتفرع منها لجان ولائية في 48 ولاية. مهمتها هي تسهيل وصول هذه الأدوية إلى المرضى، وكذلك تلقي التحذيرات الخاصة بالاستعمالات لهذه الأدوية. وهناك لجنة جديدة استحدثت على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية، وهي لجنة خاصة بالمؤثرات العقلية.
هذه اللجنة تعنى فقط بالمؤسسات الصيدلانية الكبرى الخاصة بالتوزيع والتصنيع والاستيراد، وإلى حد الآن لم يصدر القرار الوزاري الذي يحدد تشكيلة اللجنتين ومهامهما. ننتظر في القريب الآجل إن شاء الله قبل دخول المرسوم التنفيذي حيز التنفيذ. نعم، أنتم كنقابة يعني هل ترون أن أو مستقبلا يعني في الأيام القادمة سيكون للجنة أثر إيجابي على القطاع؟ بطبيعة الحال يعني منذ الاستقلال لم يكن هناك لجنة بهذا المستوى وبهذه التركيبة لتتبع مسار المؤثرات العقلية، ما جعلنا نعيش حالة من الفوضى، حالة من الفراغ القانوني، والآثار السلبية لانتشار هذه الأدوية في السوق السوداء يعبر على ذلك من خلال عدد الجرائم التي ترتفع سنة بعد سنة. فهذه اللجنة رغم أنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ لكن ننتظر منها الكثير في على الأقل تنظيم قطاع أو الصيدلة بصفة عامة وخاصة فيما يتعلق بالمؤثرات العقلية. نعم بالضبط، لما نتكلم عن المؤثرات العقلية تم إدراج بعض الأدوية ضمن الأدوية الخاصة بالمؤثرات العقلية، وحدثنا أكثر عن هذه الأدوية ولماذا تم إدراجها ضمن هذه القائمة، وكيف سيتم أيضا هل عن تحديث قائمة أم ربما عن وصفة خاصة أم ما بقى؟ نعم، أولا تكلمت على التصنيف. نعم. سابقا هناك تصنيف دولي فقط، يعني الجزائر أمضت اتفاقيات دولية في هذا المجال أنها تعتمد التصنيف الدولي. هذا التصنيف الدولي جعل وزارة الصحة يعني تصنف فقط حوالي 10 أدوية لرهيم يعني مسوقة في السوق الجزائرية، ولكن مجال الإدمان تطور وأصبح المدمنين يستعملون أدوية غير مصنفة دوليا لغرض الإدمان، وهذا جعل استهلاك بعض الأدوية يتزايد سنة بعد سنة، وخطر هذه الأدوية أصبح يشكل هاجس لدى السلطات الأمنية أو الجهات القضائية وكذلك حتى الجهات الصحية سواء أطباء أو صيادلة. فجاء التفكير لتصنيف هذه الأدوية مع الأدوية المصنفة دوليا، فبموجب قرار سيصدر قريبا إن شاء الله، قرار مشترك ما بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة، سيتم إدراج لأول مرة بعض الأدوية كمؤثرات عقلية شبيهة التي كانت تقتنى بشكل طبيعي، كانت تقتنى بدون يعني بسهولة عادي. حتى نعم. بوصفة ولكن بسهولة. هذه المرة ستطبق عليها إجراءات صارمة مثل الوصفة بثلاث نسخ وبرقم تسلسلي، وهناك سجلات، وهناك يعني تأكد من هوية صاحب الوصفة والمريض وتقييدها في السجل، يعني هناك إجراءات مشددة سواء في اقتناء هذه الأدوية أو في صرفها. ومن بين هذه الأدوية التي أثارت جدلا كبيرا يعني في وسط الرأي العام، أذكر بريغابالين أو ليريكا أو ما يعرفوا في الشارع يعني بالصاروخ، هذه سيتم إدراجها وستصنف ضمن الأدوية الشبيهة بالمؤثرات العقلية. كذلك هناك بعض الأدوية ترامادول أو تريكسيفينيديل حتى ترامادول داخله، نعم سيتم إدراجها كذلك ضمن هذه الأدوية التي ستطبق عليها إجراءات صارمة في الوصف والصرف وكذلك في اقتنائها. شفنا انتهاكات عديدة قبل هذا للصيادلة، خلينا نقول أنه مشاكل عديدة ربما حتى في عنف يتعرض إليه الصيدلي في كل مرة عندما يأتيه شخص يريد طلب مثلا هذه الأدوية، يعني في تجاوزات خطيرة حتى تؤدي إلى الاعتداء اللفظي أو الجسدي، أيضا في أيضا حبس لبعض الصيادلة في انتهاك أيضا أو في الممارسة الغير الشرعية وتوزيع العشوائي لهذه الأدوية. يعني هذه الإجراءات هل ستضبط وستنظم هذا القطاع؟ نعم، هذا طلبنا به يعني منذ سنوات، أن يكون هناك إطار تنظيمي يحدد يعني ويضبط تسويق هذه الأدوية وصرفها وتوزيعها وتصنيعها واستيرادها، وهذا المرسوم من المفروض يتوافق مع ما تحتاجه الجزائر في هذا الظرف بالذات. صحيح كما ذكرت سيدتي هناك اعتداءات يومية تعرض لها الصيادلة، وصلت
إلى حد القتل في بعض الحالات. هناك كذلك يعني زملائنا كان بعض منهم راهم في الحبس لأنه غياب إطار تنظيمي يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل طرف جعل هناك خلط وهناك غموض في طريقة التعامل مع بعض الأدوية التي لم تكن مصنفة كمؤثرة عقلية، وذكرت مثال على ذلك بريغابالين. اليوم هذا من المنتظر أن تطبيق هذا المرسوم التنفيذي سيعني يخلينا نحيو هذه الضبابية ويخلينا نعيش حياة يعني يخلي الصيدلي يتعامل مع هذه الأدوية بأريحية، وكذلك الطبيب وكل المتدخلين في هذا المسار، حتى الجهات القضائية والجهات الأمنية اللي تلقى صعوبات كثيرة. يتم ضبط يعني بعض المدمنين بأدوية، ولكن لما يروحوا إسقاطاتها على القانون يجدون أنها تلك الأدوية غير مصنفة كمؤثرات عقلية، فيتم إطلاق سراحهم، وهذا يعني يخلينا أمام وضعية حرجة. من المنتظر إن شاء الله أنه دخول المرسوم التنفيذي حيز التطبيق سينزع كثير من اللبس، ويخلي جميع الأطراف أو المتدخلين في مسألة المؤثرات العقلية يتعاملون مع هذا الصنف من الأدوية بأريحية، ويخلي المريض يتحصل على الدواء نتاعو كذلك بسهولة، لأنه هناك تخوف وسط الصيادلة، وهناك حتى البعض اللي قاطع يعني حتى الكمية كان من قبل. نعم. أنه المريض يعني اللي عنده ربما مشكل عقلي وعنده أحقية في اقتناء بعض الأدوية الممنوعة خليني نقول والخاصة بهم، كان بإمكانه أنه يقتنيها بكميات عادي، ومنه يعيد توزيعها المناطق مشبوهة أخرى. خليني نقول هذه الإجراءات أيضا راح تأثر على هذا الشيء، يعني بما أنه قلت أنه ستوزع بكميات حسب حالة المريض. نعم، سؤال دقيق، يعني لأنه كان يعني عشنا في فترة سابقة سهولة في الحصول على الوصفة بالضبط الخاصة بالمؤثرات العقلية، يجعل المريض الواحد يتنقل من طبيب إلى طبيب ويتحصل على عدة وصفات، وبعد ذلك يعني يروح يصرفها عند صيدليات مختلفة. لكن بموجب هذا المرسوم التنفيذي الجديد هناك وصفات مؤمنة تقريبا، يعني بالمصطلح هناك وصفات بثلاث نسخ، وصفة تبقى عند الطبيب الواصف ويقيد اسم المريض واسم كذلك حامل الوصفة، لأنه بعض الأمراض يعني المرضى ما يجيوش هما، يجي مصاحب لهم يعني سواء الولي نتاعو ولا شخص اللي في قواه العقلية، فيتم تقييد الهوية نتاع حامل الوصفة وهوية المريض، ويصبح يعطي له كمية تاع ثلاثة أشهر، ما تتعداش ثلاثة أشهر، ويصبح ملزم باقتناء تلك الأدوية في الأجال المحددة، وكل وصف قبل تاريخ انتهاء صلاحية الوصفة يعتبر يعني فيه شبهة، وبالتالي هنا راح نحاصر ظاهرة انتشار هذه الأدوية، ونحاصر كذلك ظاهرة انتشار الوصفات بطريقة غير يعني مدروسة، وهذا يخلينا إن شاء الله نحاصر ظاهرة الإدمان فيما يتعلق هذه الأدوية. نعم، يعني سيعتمد أو سيتم اعتماد الوصفات الملونة. نعم، يبقى جانب. نعم، هناك وصفات بثلاث ألوان. نعم. بيضاء ووردية وصفراء، فهناك وصفة تبقى عند الطبيب ووصفتين يحملهم المريض، وحدة يخليها عند الصيدلي وحدة يحتفظ بها لأنه يستظهرها في حالة الرقابة خارج الصيدلية يعني. ها طيب، واضح. إذا نتكلم عن المحور الثاني، ولفتح نحو 32 ألف منصب شغل جديد في الصيدليات بعد استحداث تخصصات جديدة التي تخص مساعد صيدلي من قبل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. نعم، حتى أصحح برك المصطلح، مساعد محضر صيدلي. نعم. لأنه هذا المصطلح أثار كثير من اللغط، وهناك الكثير من يعني الأطراف اللي حاولت يعني نشر المغالطات ونشر معلومات مغلوطة، وهم غير مطلعين على هذا الملف. نعم، بالضبط، حتى نفرق بين محضر مساعد صيدلي وأيضا المساعد الصيدلي المساعد. نعم. نعم، نفرق. هذا هو مربط الفرس. نعم. أنه سابقا أعطيك بعض الأرقام يعني حتى تتضح الصورة أكثر، هناك 11500 صيدلية تنشط حاليا على مستوى التراب الوطني. نعم. هناك أكثر من 54 ألف عامل
يعملون داخل الصيدليات حاليا. نعم. للأسف الشديد هذا العدد الكبير من 54,000 عامل يعملون حاليا في الصيدلية ليس لهم يعني شهادات معترف بها من طرف وزارة الصحة، وهم ما يطلق عليهم اصطلاحا ببائع الصيدلة، يعني البائع لي فوندور اون فارماسي. هذا المصطلح أساء كثيرا لمهنة الصيدلة. ما هي الشهادات المعترف بها؟ يعني لازم يكون صيدلي فقط؟ لا توجد أي شهادات سابقا. نعم. لم تكن أي شهادات تمنح لهؤلاء رغم أهميتهم ودورهم الحساس داخل الصيدلية. نعم. لأنهم يقومون ببعض المهام الروتينية اللي يحتاجها الصيدلي، ولا تحتاج إلى مستوى عالي من التكوين ولا من المؤهلات الجامعية. نحن في الصيدلية لدينا فريق صيدلاني، وليس صيدلي، فريق صيدلاني يتكون من الصيدلي الرئيسي، وهناك صيادلة مساعدين، وتحتهم كاين مساعدين محضري الصيدلية اللي استحدثت مؤخرا من طرف وزارة الصحة. هذا التكوين الحديث يعني بائع الصيدلي ما كان يطلق عليه سابقا بائع الصيدلي سيتم يعني رسكلتهم وجعلهم جعل شهاداتهم معترف بها من طرف وزارة الصحة بعد تكوين في تكوين من طرف من؟ من طرف وزارة الصحة، هي التي ستشرف على نعم هي التي ستشرف على هذا التكوين في مدارس مختصة. نعم. للشبه طيب الطبي كيف سيتم اختيارها ومعتمدة؟ نعم، مساعد محضر الصيدلاني هي شهادة مهنية. نعم. يتم منحها للشباب ذوي المستوى ثالثة ثانوي فما أكثر، يعني حتى جامعيين. نعم. بعد أدائهم للتكوين يدوم 18 شهرا، فيها 12 شهرا خاص بالنظري وستة أشهر تربص تطبيقي داخل الصيدليات. سيتم يعني تكوينهم من طرف أساتذة عندهم خبرة في التكوين، وفيهم كذلك صيادلة سيشرفون على تكوين هذه الفئة، وبعد انتهائهم من هذا التربص سيتم إجراء اختبار لهم من طرف وزارة الصحة، وتمنح لهم شهادات معترف كذلك بها من طرف الصحة حتى يعني يكون لهم فرصة العمل داخل الصيدليات. وقمنا بإحصائيات يعني اللجنة تاعنا لجنة الإحصاء على مستوى النقابة، فمن المنتظر أن يتم يعني توظيف أكثر من 32,000 شاب جزائري داخل الصيدليات. لا يوجد أي قطاع آخر حاليا خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر يستطيع توظيف هذا طيب العدد. هل الآن هم رم يزاولون العمل أم فقط؟ لا، هناك 54,000 عامل حاليا راهم يزاولون العمل. هذا سيتم 54,000 عامل يزاولون العمل في الصيدليات. هذا سيتم رسكالتهم وتحيين يعني تحيين معلوماتهم عن طريق تكوين سريع في مراكز التكوين الشبه الطبي التابعه لوزاره الصحه. وكذلك في نفس الوقت هناك تكوين مفتوح للشباب البطالين، يستطيعون ان يعني يسجلون في المدارس اللي صرحت بها وزاره الصحه، وهي 10 مدارس موزعه على 10 ولايات على المستوى الوطني. وهي على كل حال هي كان هناك ولايات في الوسط وولايات في الغرب وولايات في الشرق والجنوب. ممتاز. هذه ولايات نموذج. التاريخ لم يحدد ام ماذا؟ ابتداء من 27 ماي 28 ماي. طيب. الدفعات الاولى سيتم تسجيلها في 27 28 التسجيل. ماي نعم التسجيل. نعم. ويبدا يعني التكوين مباشره ما فيش كونكور ولا لا ما فيهاش عادي. ما فيهاش كونكور. السي في يعني يكتفي المستوى التعليمي الثالثه ثانوي فما فوق، يعني حتى جامعيين يستطيعون ان يسجلون في هذا التكوين لانه يمنح لهم فرصه العمل، وهذا يعني في الظرف الحالي اللي رانا نعيشوا فيه يعني فرص العمل قليله وقليله جدا، فالصيدليه الخاصه تفتح افاق لعمل هؤلاء. طيب. الشباب. في نفس الوقت اوضح نقطه فقط، هذا التكوين ليس تكوين منافس للصيدلي المساعد وليس بالضبط. تكوين معادل للصيدلي المساعد بالضبط. بالعكس الصيدلي المساعد هو موازي للصيدلي الرئيسي في الشهاده، ولا يمكن باي حال ان يتساوى التكوين بالضبط. في هذه النقطه بامكاننا ان نقول اللي عنده شهاده في هذا الكونكور الجديد ولا في هذا التربص شهاده عمل. نعم. نقارنه بشخص عنده خبره في الصيدلة بصفة عامة؟ لم أفهم السؤال. يعني شخص واحد خدم في الصيدلية مقدم. سابقا. نعم. واحد ما خدمش كاع وجاب شهادة يعني الفرق هو في مدة التكوين.
العمال اللي اشتغلوا يعني مده طويله وعندهم خبره يعني عندهم معارف، لانه الصيدلي يشرف على تكوينهم داخل الصيدليه، فهذو يحتاجوا الى جزء يسير من التكوين يطرح 6 أشهر في هذه المدارس حتى يتحصلون على نفس الشهاده اللي تمنح للشباب لاول مره اللي راح يتكونوا اول مره، يعني الشباب اللي راح يتكونوا اول مره يتكونوا مده 18 شهرا، في حين العمال اللي كانوا عندهم يعني اشتغلوا في الصيدليه وعندهم معارف وعندهم خبره فيحتاجون الى تكوين قصير فقط حتى يعني مده 6 أشهر، وهذه المده لسنا احنا اللي حددناها ولكن خبراء في المعهد العالي للشبه الطبي في التكوين هم اللي يحدوا هذه المده يعني حتى تكون يعني الدفعات المتخرجه يعني تشتغل بكل أريحية وبكل كفاءة. نعم. داخل الصيدليات. أنت قلت قبل قليل أنه ما فيش أولويات يعني لأخذ الشهادة بالنسبة للمنتهنين من قبل يعني في الصيدليات أو حتى الجدد الراغبين في أخذ الشهادة، يعني ما فيش أولويات أو أسس أو معايير خاصة؟ لا، بإمكان أي شخص اللي يشتغلوا وراهم يشتغلوا ويديروا يعني بالموازات، يعني التكوين تاعهم يسير بالموازات. أما الشباب الجدد يعني يكفي فقط مستوى ثالث ثانوي او فما فوق، بعد ذلك يزاولون التكوين النظري اللي ناكد لهنا الحجم الساعي نتاعو 384 ساعه يعني موزع على 12 شهر وكذلك عام. يعني عام. على عام. نعم، وهناك تكوين يعني تربص تطبيقي داخل الصيدلي لمده 12 شهر، بعد ذلك تجرى لهم اختبارات تشرف عليها وزارة الصحة ويتوجون بشهادات معترف بها ومعتمدة من طرف وزارة الصحة. نعم، إذا نتكلم عن من بين التعديلات الأخيرة للحكومة وبأمر رئاسي في قانون الصحة 2022، إذا بالنسبة لي أصبحت المراقبة ضرورية جدا من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية بدلا عن وزارة الصحة كوزارة يعني قائمة بحد ذاتها. نعم، المرسوم أو الأمر الرئاسي 02/20 أجرى تغييرات وتعديلات على قانون الصحة ومنح بعض الصلاحيات لوزارة الصناعة الصيدلانية التي كانت سابقا مقتصرة ومنحصرة في وزارة الصحة. نعم. حاليا وزارة الصناعة الصيدلانية ستشرف على ستشرف يعني نتكلموا على أرض الواقع. نعم. حاليا لم يدخل صلاحياتها. لم يدخل المرسوم التنفيذي حيز التنفيذ. طيب، يعني نتكلم على المؤثرات العقلية. وزارة الصناعة الصيدلانية حاليا ستشرف على المراقبة الأمنية والإدارية والتقنية للمؤثرات العقلية على مستوى كافة المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالتوزيع والتصنيع والاستيراد. نعم. وحتى التصدير. طيب، لا ما نقدرش نهضروا فقط على المؤثرات العقلية، نقاط أخرى، مشاكل بصفة عامة، مثلا نقص الأدوية، يعني الرقابة. نعم. أو الرقابة الكاملة أو الشاملة للمؤسسات الصيدلانية. نعم، هي وزارة الصناعة الصيدلانية هي المؤهلة قانونا لمتابعة الدواء، يعني متابعة تتبع الدواء سواء في الصناعة أو الاستيراد أو التوزيع أو كذلك التصدير. هذه من بين الأولويات نتاع وزارة الصناعة الصيدلانية ومن بين الأهداف التي استحدثت من أجلها، وحاليا يعني تم تنصيب كافة المديريات التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية وبدأت تمارس الصلاحيات نتاعها فعليا على أرض الواقع. وأذكرت فيما يخص الأدوية الندرة، ولا تم استحداث كما تعلمين المرصد الوطني الخاص بتتبع المواد الصيدلانية أو وفرة المواد الصيدلانية، وهذا المرصد راه يجتمع بشكل دوري، آخر اجتماع له كان 5 ماي الفارط يعني الخميس الفارط، ويتدارسون قائمة الأدوية اللي تعرف ندرة وتبادل المعلومات ما بين كافة المتدخلين في مسار الدواء سواء مصنعين أو مستوردين وحتى موزعين وكذلك مع الصيادلة والأطباء. ومن المنتظر أن يخرجوا بالتوصيات حتى نعرفوا أسباب هذه الندرة وما هي الحلول الممكنة للقضاء عليها سريعا، يعني باش يعني يولي المريض يلقى الدواء نتاعو بصفة طبيعية. بصفة عادية. نعم. وطبيعية. طيب، نقطة أخرى فقط حدثنا عنها
ونتكلم عن دور دائما الوزارة الوصية المستحدثة حاليا، إذا هي وزارة مهمة ويركز عليها رئيس الجمهورية أيضا بمراقبة وتكفل بكل مشاكل الصيادلة، أيضا من جانب آخر نقص الأدوية، مشاكل في كل مرة يعني التي تكاثرت في الآونة الأخيرة أكيد بسبب تداعيات الوباء، تداعيات الأزمة الصحية والعالمية بصفة عامة. دور وزارة الصناعة الصيدلانية هو دور محوري في الدواء، يعني كل ما يتعلق بالدواء تم إسناده إلى وزارة الصناعة الصيدلانية باستثناء نشاط الصرف والوصف. فكل ما يتعلق بالدواء أصبح تابع لهذه الوزارة التي يعني بدات النشاط نتاعها مؤخرا، وبدات يعني تنشئ أجهزة الرقابة نتاعها مؤخرا، تم تنصيب المفتش العام لوزارة الصناعة الصيدلانية، وسيشرع في تفتيش بعض المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالتوزيع والتصنيع وكذلك الاستيراد، وسيتم هناك يعني مراقبة كل مسار الدواء منذ دخوله إلى التراب الوطني إلى غاية وصوله إلى الصيدليات. طيب، نقطة نظام المناوبة كنقطة أخيرة نتكلم عنها، هذه النقطة التي لطالما أثارت جدل كبير وسط الرأي العام الجزائري أيضا بالنسبة للصيدليات التي تقوم بنظام المناوبة في الليل. إذن لماذا لا يتم استحداث خليني نقول صيدليات ليلية كما معمول به في بعض الدول لخليني نقول تفادي هذه المشاكل؟ على كل حال، الصيدلية الليلية ليست حل، حتى يعني جيراننا اللي يعتمدوا هذا النظام في المناوبة يعني لقوا مشاكل، واستضفناهم في ايام دراسية وقال لك يعني النظام غير يعني ناجح، لانه بعض الصيدليات الليلية اصبحت يعني لا تحترم اوقاتها واصبحت تفتح في النهار وتغلق في الليل. فالحل هو في المناوبة، هو اعداد جدول مناوبة وتشرف عليه وزارة الصحة في مراقبة تطبيقه ميدانيا. فهذا للأسف الشديد هناك يعني إطار تنظيمي واضح صدر في أوت 2014 ويتكلم بوضوح على المناوبة. هناك ولايات يعني تم تطبيق نظام المناوبة فيها بطريقة طبيعية عادية، في حين بعض الولايات يعني سجلنا تراخي من طرف مديرية الصحة في إعداد البرامج أو جداول المناوبة، وفي كذلك تراخي في المراقبة، يعني ما كانش هناك مراقبة حول احترام جدول المناوبة. وهذا في بعض الحالات يخلينا نعيش وضعيات أنه تبقى يعني بلدية بدون تغطية مناوبة في الليل. نعم، إذا أكيد عدة نقاط تطرقنا إليها في كل ما يخص المشاكل والعراقيل. نتمنى أنه أنا أعتقد أنه في بصيص أمل دائما لي نعم خليني نقول نظرة جديدة لواقع الصيدليات. على كل حال احنا متفائلين كل خير. نعم. والعمل هذا اللي راه يدار حاليا حتى مساعد المحضر الصيدلاني يدخل في تطوير الصيدلية ويدخل في تطوير الفريق الصيدلاني حتى نقدموا يعني خدمة صحية ذات نوعية للمريض الجزائري. وحنا يعني كصيادلة عبر قناة الشروق يعني نوجه تحية لكافة يعني الشعب الجزائري، ونلفت الانتباه فقط أنه هناك أكثر من 40 مليون جزائري يستفيدون من خدمات بطاقة الشفاء، يعني كلهم يعني زبائن لدى الصيدليات الخاصة، وبالتالي احنا جزء من هذا الشعب ونحس بمعاناته ونسعى كذلك لخدمته خاصة في مجال الصحة ومجال الدواء. طيب، بالنسبة للسؤال في تساؤلات وصلتنا الآن حول توفر الأدوية مؤخرا، يعني هل تم إيجاد حل لمشكل نقص الأدوية؟ يعني مؤخرا كانوا بعض الأدوية ما كاش كامل في السوق. على كل حال، مشكل الندرة يعني يتم دراسته حاليا على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية، وذكرت كأنه هناك يعني جلسات واجتماعات يتم يعني بشكل دوري على مستوى في مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية لتدارس إشكالية الندرة،
ومعرفة أسبابها الحقيقية، وكذلك يعني هناك تعاون يعني من كل متدخلين في مسار الدواء، سواء المصنعين أو الموزعين أو الصيادلة، وراهم يقدموا يعني المعلومات اللازمة كل واحد على المستوى نتاعو. مثلا احنا كنقابة وطنية الصيدلة الخاص رانا كل يعني شهر نمدوا قائمة خاصة بالأدوية التي تعرف اضطراب أو تعرف ندرة إلى مصالح وزارة الصناعة الصيدلية. على كل حال الارقام يعني ما عنديش رقم الاخير، ولكن يعني بقات يعني تتراوح في المستوى القديم يعني حوالي رقم القابل الاخير 300 دواء، يعني ما زالت يعني تتراوح في هذا المعدل، ولكن احنا نتفائلوا ان شاء الله خير انه تكون هناك نتائج لعمل هذا المرصد الوطني الذي تم تنصيبه مؤخرا حتى يتم احتواء هذه الازمه والخروج يعني بنتائج ميدانيه ايجابيه، وخاصه لما يكون هناك حوار مشترك ما بين كافة الفاعلين والمتدخلين في مجال الدواء. طيب شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. كلمة أخيرة فقط قبل الختام. على كل حال نشكركم على هذه الدعوة، لو سمحتي فقط كان هناك نقطة فيما يخص التحاليل الطبية، يعني خاصة مؤخرا كانت هناك تعليمة صادرة من وزارة الصناعة من وزارة الصحة تمنع بعض الصيدليات بإجراء بعض التحاليل الطبية داخل الصيدلية. على كل حال لو سمحتي حبينا أنه هذا الموضوع سيكون موضوع قادم، ولكن بإمكانك بعجالة فقط. بعجالة فقط، احنا نرى أنه هذه التعليمة ستخلق يعني مشكل كبير في الميدان، لأنه أولا هذه التعليمة يعني أساءت تفسير القانون وجاءت بصفة متسرعة وبصفة أحادية. هناك مناطق حاليا لا توجد فيها مخابر متخصصة لمخابر التحاليل. أذكر على سبيل المثال تندوف أو تمرست لا توجد فيها مخبر مختص، بل الصيدليات هي اللي راهي تقوم بهذا الدور. في جزائر العاصمة ولا يوجد بعض المناطق، وفي بعض حتى المناطق الداخلية ومناطق الضر لا يوجد فيها مناطق مخابر تحاليل طبية. في حال تطبيق هذه التعليمة راح تكون هناك انعكاسات سلبية على صحة المريض، ونحمل من قام بهذه التعليمة ما سينعكس عليها مستقبلا. مستقبلا. شكرا جزيلا لك. شكرا. سيد كريم مرغمي نائب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص. مشاهدينا الكرام، في فقرة أسعار الصرف والمحروقات لنهار اليوم نعرض لكم فيها كما تشاهدون أسفل الشاشة أسعار الصرف لتاريخ اليوم. في كل مرة الأسعار